السلام عليكم مشاهدينا ومستمعينا أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي حماة العراق تشاهدون فيها. وزير الدفاع يشرف على خطة تأسيس أكاديمية القوات الخاصة. رئيس أركان الجيش يشرف على خطة الزيارة في النصف من شعبان في كربلاء. الأمين العام يتفقد المديرية العامة للأفراد. مديرية الخدمات الشخصية تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات لشريحة الجرحى وعوائل الشهداء. لجنة التوزيع قطع الأراضي لمنتسبي وزارة الدفاع تعقد اجتماعها الدوري الثاني. فرقة المشاة الآلية الثامنة تواصل في إنشاء ربايا نموذجية ووضع الكاميرات في جميع قواطع المسؤولية. مركز تدريب بغداد وواسط يستقبلان المتطوعين الجدد لإكمال تدقيق كافة المعلومات الخاصة بهم. الفوج الأول للواء المشاة 95 في فرقة المشاة 21 يستمر بأعمال البناء والترميم لكافة المقرات والأقسام. مشاهدينا الكرام، من العناوين إلى التفاصيل. تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، أشرف السيد وزير الدفاع على الخطة التي وضعت من قبل أمين السر العام للوزارة، وذلك لتأسيس أكاديمية للقوات الخاصة ولأول مرة في تاريخ وزارة الدفاع. هذا وأصدر السيد الوزير عددا من التوجيهات والتوصيات بصدد تشكيل فرقة القوات الخاصة الثانية من المتطوعين الجدد. زار السيد وزير الدفاع آمرية الانضباط العسكري وأجرى جولة تفقدية لأروقة الآمرية اطلع خلالها على البنى التحتية للآمرية، كما تفقد أحوال المقاتلين واستمع إلى أهم المعوقات التي يعانون منها موعزا بحلها وتذليلها. التقى السيد وزير الدفاع عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي ومسؤول تنفيذ برامج المنح والمساعدات العسكرية الخارجية وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق والملحق العسكري الأمريكي والوفد المرافق لهم، وجرى خلال اللقاء بحث عمل اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وفق جدول زمني محدد والانتقال إلى مرحلة العلاقات العسكرية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. كما التقى السيد وزير الدفاع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء الذي حضره كبار ضباط وزارة الدفاع مناقشة الجهود الخاصة بتطوير الصناعات العسكرية العراقية وبحث التعاون المشترك في هذا الخصوص. زار السيد رئيس أركان الجيش مجمع الحارثية واستمع سيادته إلى إيجاز عن المهام والوظائف وأهم المعوقات التي تواجه سير العمل. بعدها حضر سيادته ورشة العمل التي أقيمت في مديرية التخطيط بعنوان نظام مسارح العمليات الإلكتروني، حيث استعرض الفكرة والأهداف والغاية. إذ أبدأ السيد رئيس أركان الجيش ملاحظاته وتوصياته حول كل ما تم طرحه خلال الورشة. هذا وقد حضر ورشة العمل معاون رئيس أركان الجيش للتدريب والميرة وقادة الأسلحة ومدراء المديريات المعنية.
أشرف السيد رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة على الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان في محافظة كربلاء المقدسة، يرافقهما كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع، والتي جرت من سيابية عالية لدخول وخروج الزائرين بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية. التفاصيل في سياق التقرير الآتي. أحيا الملايين من الزائرين ذكرى زيارة النصف من شعبان في محافظة كربلاء المقدسة، والذين توفدوا من كافة محافظات العراق لأداء مراسم الزيارة، حيث أشرف السيد رئيس أركان الجيش على الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة والتي شاركت فيها مختلف الأجهزة الأمنية من أجل تأمين أرواح الزائرين. طلعتنا الوطن لدعم الخبرة المتراكمة لدعم الاستعداد الكبير لخدمة زوارنا وإدارة هكذا المناسبات. وجدنا التعاون الكبير من قطاعات الحشد وقيادة العمليات متمثلة بقيادة المحور المعالي الأكبر محافظة العباس والإشكالية. وحتى هذا التعاون ليس جديدا، كربلاء تستحق أن نعمل دائما بفريق واحد، ومؤشر بشكل واضح لعموم العراق أن القطاعات في كربلاء المقدسة تعمل بفريق واحد تتعاون وتتجاوز من الصعاب. المواطنون بدورهم أثنوا على الجهود الأمنية الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية وانتشارها على كافة الطرق التي سلكها الزائرون نحو كربلاء المقدسة. نشكر أبنائنا الجيش العراقي لقيامهم بواجباتهم وحماية المواطنين، حماية الزوار، وجهودهم مشكورة على وقفتهم هاي. نشكر قواتنا الأمنية البطلة لتوفيرهم الأمن والأمان بمحافظة كربلاء، اليوم ولادة منقذ البشرية الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه، ونشكر الكادر الطبي الموفرين كافة الإجراءات السلامة والأمان. نشكر الجيش العراقي على الخدمات وتوفير الأمن، ونسأل الله تعالى أن يحفظهم ويوفر الأمان والصحة لهم. تأمين زيارة النصف من شعبان بنجاح يضاف إلى نجاح الأجهزة الأمنية، وهي تواصل تصاديها بكل عزم وإصرار للجماعات الإرهابية من أجل العراق العظيم وأبنائه الغيارة. والآن إلى الأخبار السريعة. معاون رئيس أركان الجيش للميرا يزور مديرية الهندسة الآلية الكهربائية. قائد القوات البرية يتفقد قاطع عمليات ديالى. الاستخبارات والأمن تلقي القبض على 5 أشخاص من تجار الآثار في كربلاء. مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية يحتفي بالذكرى 10 لتأسيسه. عمليات ميسان تلقي القبض على 7 مطلوبين بتهم جنائية مختلفة وضبط أسلحة غير مرخصة. مديرية حقوق الإنسان الدائرة القانونية تقوم بعملية تبادل رفات مفقودين في حرب الخليج الأولى. لجنة من المفتشية العسكرية تزور مدرسة الصنف الكيميائي في موقع التاجي. وأخيرا، قيادة القوات البرية تعقد المؤتمر الدوري للإعلام عبر الدائرة التلفزيونية. تتكلم الرجولة، تخرس الحروف، تتراكع إجلالا وهيبة لمن يحمل هذه المعاني السامية. تصطف الكلمات في سطور منتظمة أمام القائد العظيم هو الجيش العراقي. كل من يبحث عن الشجاعة والشهامة، كل من يبحث عن مصطلحات البذل والتضحية، سيجدها في هذا القاموس العظيم، سيجدها في الجندي العراقي الذي رضع العزة والإباء وتلقى دروس التضحية
والإخلاص من مدرسة الحسين عليه السلام. فسلاما لكم يا حماة الوطن، من قلوب تنام وتصحى ونبضها واحد، يدعو لكم بالنصر والسلامة أينما تكونوا أيها العظماء. ضمن الزيارات الميدانية التفقدية التي يجريها الأمين العام لوزارة الدفاع، زار سيادته المديرية العامة للأفراد للإطلاع على مستوى العمل وأهم المنجزات المتحققة خلال الفترة الماضية، حيث عقد اجتماعا مع مدير المديرية العامة ومديري المديريات التابعة لها، وذلك لبيان أهم المنجزات والوقوف على المعاضل وإيجاد الحلول المناسبة لها في السرعة الممكنة. ترأس السيد الأمين العام لوزارة الدفاع بحضور مدير عام المديرية العامة للموازنة والبرامج ومدراء المديريات المعنية الاجتماع الخاص بتحليل الحسابات الذاتية الصفرية وغير المتحركة والحسابات المركزية غير المتحركة، وذلك لأخذ القرار الملائم بشأن إيداع تحليل الحسابات غير المتحركة وأسباب عدم صرفها. وعلى هامش الاجتماع تم دراسة موضوع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال فتح حسابات النفقات التشغيلية وعدم تحريك الأرصدة الثابتة غير المتحركة إلا بعد الرجوع لوزارة المالية. كما زار سيادته أروقة الأقسام والشعب التابعة إلى مكتبه للإطلاع ميدانيا على سير الأعمال بشكل مباشر، وذلك لمتابعة المعاضل والمعوقات التي تقف حائلا أمام عمل بعض الأقسام، مؤكدا على ضرورة إنجاز الواجبات والأعمال الموكلة إليهم. تسعى مديرية الخدمات الشخصية ورعاية المقاتلين التابعة إلى دائرة الإدارة إلى تقديم أفضل الخدمات لشريحة الجرحى وعوائل الشهداء من خلال ترويج وإنجاز معاملاتهم في وقت قياسي لضمان حقوقهم كافة. التفاصيل في سياق التقرير الآتي. مهام وواجبات كبيرة تقع على عاتق مديرية الخدمات الشخصية في ضمان كافة حقوق ذوي الشهداء والجرحى من خلال إنجاز معاملاتهم بوقت قياسي تنفيذا لتوجيهات المراجع في وزارة الدفاع من أجل الابتعاد عن الروتين اليومي بين الدوائر والمديريات. مديرية الخدمات الشخصية مهامة متابعة حقوق الشهداء المتوفين، الجرحى، نقل ذوي الشهداء. حقيقة كانت المعاملات تتأخر جدا، أكثر من شهر، 10 أيام، 20 يوم، لكن بجهود مديرية الخدمات الشخصية ضباطا ومنتسبين ارتئينا أن تكون إنجاز المعاملة أقل من الوقت المحدد، أقل من ساعة أو نصف ساعة يكمل إكمال المعاملة وتسلم باليد أو ترسل بيد ضباط مأمورين إلى الدوائر المعنية. ذوي الشهداء والجرحى من جانبهم عبروا عن شكرهم وتقديرهم لمديرية الخدمات الشخصية في سرعة ودقة إنجاز المعاملات. طبعاً أنا أول مرة أجي، هاي مراجعتي لأول مرة، لقيت المراجعة يعني كل السهلة وموفرين كل المستلزمات، وأشكر جزيل الشكر لمدير الخدمات الشخصية اللواء علي، وأشكر الجهود المبذولة لكافة المراتب في هذه الدائرة، والحمد لله والشكر أجرت معاملتي إن شاء الله، أتوكل على الله إن شاء الله. عندي شهيد من ذوي الشهداء، جيت أقدم نقل لمحافظتي، أنا من أهالي بابل، تعاملهم جيد جدا. جيت شعب 8 رأسا كملوا بصمت وطون الورقة هاي. تسهيل الإجراءات لهذه الشريحة المهمة التي قدمت الكثير تأتي ضمن أولويات الدوائر المعنية في وزارة الدفاع للحصول على حقوقها التقاعدية وفق إجراءات تتناسب مع تضحياتهم خدمة للعراق العظيم وشعبه الباسل. زار السيد قائد القوة الجوية قاعدة بلد الجوية للإطلاع ومتابعة تأهيل طائرات F-16 من قبل الكوادر العراقية في مديرية الهندسة الجوية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير الآتي.
بهدف تعزيز القدرات القتالية لقيادة القوة الجوية العراقية في مختلف المجالات. زار السيد قائد القوة الجوية قاعدة بلد الجوية للاطلاع على تأهيل الطائرة F-16 من قبل الكوادر العراقية لمديرية الهندسة الجوية، والتي تعمل على صيانة أنواع مختلف الطائرات مثل السيزنا كارافان والسيوان 30. بعد توجيهات دولة رئيس الوزراء المحترم القائد العام للقوات المسلحة، تم اتخاذ كل التدابير والإجراءات والخطط لغرض التدخل من قبل كوادرنا وتحمل المسؤولية من خلال مشروع انتقال المسؤولية أنه نعيد هذه الطائرات الخدمة. حضرنا اليوم كانت الطائرة 16-16 لأكثر من 4 سنوات وأربعة أشهر، تم العمل عليها من الشهر العاشر السنة الماضية، واليوم قد تم تجهيزها وتصليح كافة العطلات اللي كانت الشركة متلكئة بإعادتها. ومن ضمن الخطة أيضا طائرة 16-14 حاليا أيضا موجودة خلفنا. كانت النتائج مفرحة جدا، والطائرة دخلت الفحوصات الأرضية لأكثر من 10 أيام، وحاليا نشهد اليوم طيران جوي من قبل كوادرنا. كما تعمل قيادة القوة الجوية على إدخال الكوادر العراقية المختصة دورات في الصيانة وإعادة تأهيل الطائرات بمختلف أنواعها من أجل الاعتماد على الخبرات العراقية والاستغناء عن الشركات الأجنبية. معظم طائرات القوة الجوية حاليا تعرف من فترة طويلة الشركات الأجنبية خرجت من البلد، فكلها تدار وتصان بأيادي عراقية بحتة 100%. يقتصر حاليا دور الشركات على توفير المواد الاحتياطية وبعض التحسينات الفنية اللي تطرأ على الطائرة بين فترة وفترة. تجينا نشرات تحسين نحن نعملها على الطائرة. التدريب الخاص الفني على الطائرة يكون دائم في الشركة المصنعة، فالشباب أخذوا تدريب أول شيء لغة إنجليزية حتى يكونوا إجادة، لأن التعامل بكتب المهنية العلمية. بعدين تم إرسالهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للشركة المصنعة، أخذوا إلى مستوى معين من التدريب، بعدين رجعوا إلى البلد وكملوا التدريب هنا على احنا نسميه الـ OGT، يعني ضمن التدريب العملي اليومي على الطائرة. يوم بعد آخر تثبت القيادة العسكرية الحكيمة قدراتها الذاتية في إعادة تأهيل الطائرات بجهود كوادر عراقية كفؤة للارتقاء بهذا الصنف المهم. تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وإشراف السيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش، عقدت لجنة توزيع قطع الأراضي لمنتسبي وزارة الدفاع ضباطاً ومراتب وموظفين مدنيين اجتماعها الدوري الثاني، وذلك برئاسة السيد رئيس اللجنة وحضور مدير مديرية الإسكان العسكري في وزارة الدفاع وممثل رئاسة أركان الجيش في اللجنة والمخولين في المحافظات كافة. هذا وجرى خلال الاجتماع مناقشة مراحل التقدم في العمل والإجراءات المتخذة من قبل المخولين في المحافظات والوقوف على المعوقات والمعاضل التي تواجههم في العمل ضمن محافظاتهم ودوائر البلديات. واتخذت اللجنة الإجراءات المناسبة لتذليل الصعوبات وتسليم قطع الأراضي لمنتسبي وزارة الدفاع بأسرع وقت ممكن. مشاهدين الكرام، نصل وإياكم إلى فقرة بريد البرنامج الذي نستقبل فيه الشكاوى والاستفسارات من خلال الموقع الإلكتروني الظاهر أمامكم أسفل الشاشة.
ذو المقدم المتوفي إبراهيم عطية، أجابت دائرة التقاعد العسكري أن حالة الوفاة أثناء الخدمة وليس من جرائها. المواطن نايل حمد والد النقيب وسام نايل المنسوب إلى اللواء الثاني الفرقة الأولى، بيّنت الدائرة القانونية يتعذر النظر بطلبك وبإمكانك مراجعة محكمة الجنايات. تواصل قيادة فرقة المشاة الآلية الثامنة إنشاء ربايا نموذجية في جميع قواطع المسؤولية وتزويد عدد منها بالكاميرات الحرارية، فضلا عن توفير جميع المستلزمات الضرورية التي يحتاجها المقاتل. وتأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات المراجع للارتقاء بالمؤسسة العسكرية. تفاصيل أكثر مع الزميل سلام الربويعي. هاي أمانة في أعناقنا، يعني أنه الحفاظ على المقاتل واجب من واجبات. دائما نشوف السيد رئيس أركان الجيش يوصل القادة والآمرين يقولهم دير بالكم على جنودكم، أنت داير بالك على جنودك. حقيقة الرجل صاحب الفضل الأول والأخير اللي هو لواء ركن صالح، سابقا كان هو قائد الفرقة وحاليا قائد عمليات، هو اللي بدأ وباشر بالرباية النموذجية، والحمد لله يعني بقى أيام وليالي كاملة هنا بالموضع الدفاعي إلى أن كمل تحصيناته حفاظا على الأخوة المقاتلين. لكن من اجيت اني يعني لحد الان باشرت بالمهام تقريبا بشهر 11، ولحد الان اني انشأت بالضبط بتضافر الجهود والآليات اللي موجودة في المتمثلة بكتيبة الهندسة وآمرية الهندسة تقريبا حوالي 6 رباية نموذجية، وحاليا في طور الاستمرار. يعني طبعا هذه من أولوياتنا، أنت جنابك على اطلاع دائما معالي الوزير المحترم والسيد رئيس أركان الجيش، بالإضافة إلى يعني قائد قوات البرية دائما يؤكد حرصه على المقاتل. إحنا طبيعة الحال هو المقاتل أحد أخواننا اللي موجودين، فالحفاظ واجب لأنه إحنا بالمعارك ما أنطينا ذيك الخسائر، يعني هسه في وقت السلم. دائما نشوف السيد رئيس أركان الجيش يوصل القادة والآمرين يقولهم دير بالكم على جنودكم، أنت داير بالك على جنودك؟ نواة الجيش يعتبر المقاتل، والجندي حسب توجيهات السيد رئيس أركان الجيش المحترم بأنه أداة النصر الأولى، فواجبنا اتجاه مراجعنا وواجبنا الإنساني والأخلاقي هو جنودنا، هم ذولا ثمرة نجاحنا. شلون وضعكم؟ الحمد لله الوضع جيد جدا، والقاطع جدا هادئ، والحمد لله الوضع كلش جيد. منامكم، أكلكم؟ الحمد لله ماكو كل إشكالات بيهن، يعني المنام جيد، الأكل، العاشة، الحمد لله جيد. أكيد مرتاحين؟ أكيد 100%. أنت قاعد تشوف الصور. أنا شفت والله، شفت يعني الربية تحصينها، شوف القاطع، شوف الربية، تحصينات كلها جيدة جدا، وأنت قاعد تشوف الصور وشوف. الحمد لله، إن شاء الله إحنا أهم شيء يريدكم مرتاحين. لا الحمد لله، الحمد لله. إن شاء الله. شلون وضعكم؟ شلون الواجبات؟ كم ساعة؟ الواجبات بصورة طبيعية، وضع مرتاحين. نلزم ثلاثة. ثلاثة بثلاثة. شكرا للمعالي وأبو الجند المثالي، توجيهاتكم أصبحت منهاجا ثابتا في السلم كما في أيام القتال، والتحصينات قد اكتملت، ويقظة المقاتل وصلت إلى مستوى عالي. سلام الربيعي، إعلام وزارة الدفاع.
استقبل مركزا تدريب بغداد ووسط المتطوعين الجدد لإكمال تدقيق كافة المعلومات الخاصة بهم من قبل ضباط ومنتسبي المركزين، والتأكد من الأسماء الصادرة فضلا عن تدقيق المستمسكات وتبليغهم بموعد الدورة. وجرى توزيع كافة التجهيزات العسكرية للمتطوعين. تفاصيل أكثر في سياق التقرير الآتي. استقبل مركز تدريب بغداد الأساسية المتطوعين الجدد بصفة جندي قوات خاصة، والذين سيتلقون مناهج تدريبية وعملية ونظرية مختلفة من أجل رفض المؤسسة العسكرية وتعزيزها بمقاتلين قادرين على تنفيذ الواجبات الموكلة إليهم. تشرف مركز تدريب بغداد الأساسي، أحد المؤسسات التدريبية التابعة لمديرية المشاهد دائرة التدريب، باستقبال المراتب المتطوعين الجدد المخصصين إلى فرقة القوات الخاصة والبالغ عددهم 850 متدرب، لغرض تدريبهم وإعدادهم إعدادا جيد لرفد الوحدات بالعناصر الشابة من خلال تدريبهم التدريب العسكري الأساسي وإلقاء المحاضرات الاختصاصات في الهندسة العسكرية والتدريب الصحي وكذلك التدريب البدني. إني أحد المتقدمين على صنف القوات الخاصة في الجيش العراقي الباسل، ويكون لنا الشرف في الانضمام لهذا السلك ونكون جنود أوفياء في حماية الوطن وسلامة أراضيه. ونشكر عامر مركز تدريب بغداد المحترم، وتم توزيعنا كافة التجهيزات العسكرية والمنام جيدة والأرزاق جيدة. كما استقبل مركز تدريب وسط المتطوعين الجدد لإكمال تدقيق كافة المعلومات الخاصة بهم من قبل ضباط ومنتسبي المركز، والتأكد من الأسماء الصادرة فضلاً عن تدقيق المستمسكات، فيما أوعز آمر المركز بإكمال الاستعدادات للدورة من قاعات منام ومطعم للمراتب. باشر مركز تدريب واسط باستقبال دورة القوات الخاصة دورة تدريب الأساس، وحسب الأمر الإداري 208 والبالغ عددهم 2211، حيث تم تأمين كافة متطلبات التدريبية والإدارية للمتطوعين. أما الآن انتقال إلى الأخبار الرياضية. نادي القوة الجوية يتمسك بصدارة دوري نجوم العراق. نادي الجيش يتغلب على فريق دجلة الجامعة ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة الصالات. نادي الدفاع الجوي يتعادل إيجابيا مع نادي الشباب البصري ضمن دوري النخبة العراقي لكرة اليد. We'll be right back.
تثمينا للتضحيات الكبيرة التي قدمها جرحى الجيش العراقي الأبطال، قدم معمل الصنوبر الأهلي لصناعة الجلود الطبيعية مساعدة إنسانية لجرحى القوات المسلحة الأبطال، وذلك بصناعة أحذية خاصة لذوي الأطراف المبتورة. التفاصيل مع الزميل صباح أطوان. مبادرة إنسانية قام بها معمل الصنوبر الأهلي للجلود الطبيعية لجرحى القوات المسلحة، تتمثل بتصميم أحذية خاصة وبأنواع وأحجام مختلفة لمن بترت إحدى قدميه ولكافة الجرحى، تثمينا لدورهم البطولي وتضحياتهم الجسيمة من أجل الوطن الغالي. نحن سعداء بهذه المبادرة التي تعبر عن امتنانا وعرفانا الجرحى الذين ضحوا بإجزاء من أجسامهم لخدمة العراق الغالي، والمعمل جاهز لمساعدة كافة الجرحى جرحى العراق. الجرحى الذين استضافهم المعمل قدموا بدورهم الشكر والامتنان لإدارة المعمل وحرفيه، وثمنوا هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها لغرض رفع الروح المعنوية للجرحى. نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى معمل الصنوبر لصناعة الجلود والأحذية الأهلية بالمبادرة الأولى والفريدة بالعراق من مصنع وحرفيين بإنتاج وتصنيع لجرح القوات الأمنية من صاحبين البتر الفاقدين الساق الأيمن أو الساق الأيسر بتصنيع وتصميم حذاء مجاني لهم إكراما لتضحياتهم. احنا مجموعة من الجرحى اليوم جينا المعمل الصنوبر ونشكر الأستاذ أحمد على هذه المبادرة الإنسانية اللي قدمها إلى الجرحى القوات الأمنية، وهاي طبعا رفع معنويات إلى القوات الأمنية إلى الجرحى. صباح الغزعلي، برنامج حماة العراق. يستمر الفوج الأول للواء المشاة 95 في فرقة المشاة 21 ضمن قيادة عمليات صلاح الدين بأعمال البناء والترميم لكافة المقرات والأقسام، وعلى وفق بناء نموذجي وبهمة عالية وجهود ذاتية ومتابعة مباشرة من الآمرين في إكمال الأعمال الهندسية من أبنية وتحصينات. تفاصيل أكثر في سياق التقرير الآتي. تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش للنهوض بالبنية التحتية لوحدات وتشكيلات الجيش العراقي، فقد شرع الفوج الأول في اللواء 95 قيادة فرقة المشاة 21 بأعمال البناء والترميم لكافة المقرات والأقسام، إضافة إلى الاهتمام بالجوانب الإدارية للمقاتلين. باشرنا بإنشاء وبناء كل من ساعة العرضات ومكتب الوحدة وسكن الضباط والمراتب ومطعم الضباط والمراتب وإنشاء محطة الوقود، والعمل مستمر لبناء وإكمال مفاصل الوحدة، بالإضافة تم بناء 16 الربيع على طول خط الصد الدفاعي لوادي الثرثار للحفاظ على أمن والاستقرار وحماية بنى التحتية في محافظة صلاح الدين. يد تبني ويد تحمل السلاح، شعار رفعه أبطال قيادة فرقة المشاة 21 في بناء وتهييد المقرات وحفظ الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية. مشاهدينا ومستمعينا، نصل وإياكم إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا الأسبوع، نلتقيكم في الأسبوع القادم في أمان الله.